مركز الشرقة لعلوم الفضاء والفلك محطة أرضية تأخذ زائريها برحلة فريدة كانت غامضة في عالم آخر تغمره الأسرار في الفضاء الكوني بكواكبه ومجراته ومدلولاته. قبة ذهبية ضخمة تضيء بإشعاعاتها تلك المنطقة التي تحتضن علوم الكواكب والفلك عبارة من ضمن عبارات عديدة يوصف بها مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لكشف أسرار الكون. المكان ليس بالبعيد عن فكر إمارة تخطو برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوظف كل إمكانياتها في خدمة منظومتها العلمية والفكرية. فهنا وداخل هذا الصرح التعليمي مرافق عدة منها المرصد الفلكي والحديقة الكونية ومعرض الكون في القرآن الكريم والمجسد عبر لوحة جدارية ضخمة وشاشة عملاقة تحكي قصة خلق الكون من لحظة الانفجار العظيم مروراً بتكون المجرات والنجوم ثم النظام الشمسي وكذلك نهاية الكون. كما شمل المركز عدة مختبرات تسعى لاستقطاب طلبة الجامعات من داخل الدولة ومن خارجها. حضرت من ألمانيا، أنا طالب هندسة كيميائية وأنا منبهر بالتجهيزات الموجودة في المركز بخصوص علوم الفضاء والفلك. ليس معرض الكون في القرآن الكريم وحده ما يحتضنه مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، فأسفل قبته العديد من المعارض التي لا تتوقف عن إماطة اللثام لتشكل نقلة نوعية من مراحل التطور العلمي، ويعد مركزاً تقنياً علمياً ومعرفياً وتراثياً وسياحياً في رصد الكون ومحتواه وترسيخ فكر البحث والابتكار الإبداعي. وللمزيد من الإفادات ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الأستاذ إبراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. أهلا بك. بداية أستاذنا الكريم، لو تطلعنا على حرصكم على تنظيم العديد من الأنشطة في المركز، وما هي المعايير التي تختارون من خلالها المعارض؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك يهدف في الأساس إلى ركيزتين رئيسيتين. الركيزة الأولى هي نشر الثقافة والمعرفة الفلكية وجذب الجمهور العام لهذه العلوم وإدراك أهمية هذه العلوم. الركيزة الثانية هي ركيزة البحوث العلمية والمشاريع التي يعكف المركز على الدخول فيها والولوج فيها، أيضا المشاريع العلمية مع الشراكات المحلية والشراكات العالمية. بخصوص المعايير اللي يتبعها المركز، هو المعايير التي تخدم هذه الأهداف الرئيسية، هذه الأهداف اللي يضعها المركز نصب عينه يهدف المركز يتبع في أنشطته بما الأنشطة اللي يقدمها المركز بما تخدم هذه الأهداف. فهنالك أهداف عامة وهنالك أنشطة عامة يقدمها المركز. قدم المركز مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك قدم مخيمات صيفية بالتعاون مع أكاديمية الفضاء البريطانية ووكالة الإمارات الفضاء وغيرها من الجهات، كما قدم أنشطة داخلية ومحاضرات مستمرة وأمسيات رصد فلكي للجمهور العام. نعم، هل هذه المعارض تصلح للجميع أم أنها للمتخصصين والباحثين فقط؟ طبعا الأمور اللي خاصة في التثقيف العام مثل القبة الفلكية، مثل المعارض الفضاء والفلك، المعرض الكون في القرآن الكريم والحديقة الكونية، هذه الأقسام أو هذه المراكز هاي كلها تهدف لمختلف أنواع الناس من ذوي الاهتمام العلمي وغير المهتمين من الناحية العلمية، وكذلك من الأطفال لغاية البالغين من الناس. فيما المرصد الفلكي والمختبرات العلمية، هذه مختصة في فئة معينة، هي الفئة المتخصصة في هذه المجالات العلمية. نعم، كان معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، شكرا جزيلا لك.